لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة السبت 28 سبتمبر، والنهاردة القمر موجود في برج الميزان من الساعة 12 و4 دقايق الظهر. عندنا كمان القمر الجديد بيتولد في برج الميزان الساعة 8:27 دقيقة بالليل. عندنا كمان من أول اليوم، من أول يوم السبت، المريخ موجود في برج العذراء، والشمس وعطارد وفينوس الثلاثة في الميزان، والمشتري في الكوس، والزحل في الجدي. وعندنا ثلاث كواكب ما زالوا بيتراجعوا، أورانوس بيتراجع في برج الثور، وبلوتو بيتراجع في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي في الاتناشر برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة القمر الجديد للأسف في مواجهة برجكو، وده بيخليكو تميلوا للعصبية جدا، وده وارد من أول اليوم حتى لو كان القمر الجديد بيتولد بالليل، لكن تأثيره بادئ من أول اليوم إن القمر في مواجهتكو أساسا، وكمان بيتولد القمر الجديد، فده يخليكو تميلوا للانفعال بسرعة وتميلوا للعصبية. نصيحتي ليكو تحاولوا تسيطروا على انفعالاتكم وما تتسرعوش في غضبكم وفي ردود افعالكم عشان ما تبوظوش علاقتكم بالاخرين. كمان حاولوا في حركتكم وفي سواقه العربيه تتحركوا بالراحه وتمشوا بالراحه حفاظا على سلامتكم. كمان ما تغامروش في الفلوس، ولو كنتم مطالبين بتوقيع اوراق او عقود مهم جدا تتأنوا وتدرسوا كويس قبل أي توقيع أو قبل أي قرار. نروح بعد كده لبرج الثور. هو مواليد الثور النهاردة القمر الجديد موجود عندكم في منزل الصحة الإيجابي، وده بيديكوا صحة وطاقة ونشاط وحيوية ولياقة، كل ده بيساعدكم انكم تنجزوا اعمالكم على اكمل وجه وتقدروا تحققوا نتائج رائعة، سواء على الصعيد المهني او لو كنتوا بتقوموا بواجبات منزلية. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. ومواليد الجوزاء النهاردة القمر الجديد في وضع داعم جدا عاطفيا ومهنيا، القمر في منزل الحب، وده بيديكوا طاقة عاطفية وميل للرومانسية، وتعرفوا ازاي توطدوا علاقتكم بالأحباب، وتحققوا كمان لو عندكم أولاد تحققوا تفاهم وتواصل أفضل مع الأولاد. على الصعيد المهني هتنفعكم النهاردة قدرتكم على التخطيط الجيد لأي حركة ولأي نشاط بتعملوه، هتعرفوا تخططوا حلو وتعرفوا كمان تنجزوا وتشتغلوا بحماس وتحصلوا على التقدير في المقابل. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندكم للأسف القمر الجديد في وضع معاكس، القمر الجديد يعني الشمس والقمر وكمان معاهم عطارد وفينوس الفترة دي، كل ده في وضع معاكس عائليا واجتماعيا، وكمان ممكن يأثر عليكم مهنيا، وبالتالي لازم تكونوا حذرين جدا في معاملاتكم العائلية والاجتماعية والمهنية. احموا نفسكم وتجنبوا اي اعداء ممكن يزعجوكوا او يهاجموكوا، يعني حاولوا تكونوا متماسكين قدام اي ازعاج او اي استفزاز او هجوم من الاخرين. حاولوا تكونوا هاديين وتردوا بلباقة وبهدوء في نفس الوقت. من الاول حاولوا تتجنبوا الدخول في اي جدال او نقاش ممكن يؤدي لصدام مع الاهل والقرايب او في علاقاتكم الاجتماعية والمهنية. نروح بعد كده لبرج الاسد. ومواليد الاسد النهاردة عندكم القمر في منزل العلاقات، ده بيديكوا لباقة ودبلوماسية، ممكن تلاقوا نفسكم مستعدين اكتر لمواجهة كل المستجدات بمنتهى المرونة. عندكم قدرة النهاردة انكم تحققوا توافق على كل الأصعدة مهنيا وعاطفيا واجتماعيا وعائليا،
فبشوف النهارده عندكم يقظه ذهنيه ولباقه ودبلوماسيه، وده ممكن يساعدكم كمان لو عايزين تعملوا انترفيو في شغل النهارده وبكره، يومين هايلين لو عايزين تاخدوا مواعيد مهمه العمل انترفيو. هتكون عندكم قدره على ابراز مواهبكم، كمان عندكم قدره على التفاوض وقدره على الاقناع. نروح بعد كده لبرج العذراء. هو مواليد العذراء النهارده عندكم القمر الجديد في منزل المال، ده بيوجه تركيزكم اكتر على الامور الماليه او التجاريه، يعني الشراء وقرارات شرائيه او قرارات ماليه. ممكن يكون عندكم محاولات انكم تعملوا كل حاجة بوسعكم عشان تحققوا ربح، بس ضروري تاخدوا بالكم وتراجعوا كل خطوة من خطواتكم، ده على الصعيد المهني والمالي، لانكم تركيزكم ممكن يكون اقل وده ممكن يوقعكم في اخطاء، فلازم تراجعوا بس كل خطوة قبل ما تنفذوها تجنبا للوقوع في اخطاء او لأي خسارة. نروح بعد كده لبرج الميزان. ومواليد الميزان النهاردة عندكم القمر الجديد موجود في برجكم، ده بيديكوا فرصة هايلة انكم تحققوا مكاسب، وبيديكوا ثقة بالنفس، وثقة غير الثقة بالنفس كمان بيديكوا سحر وتألق وجاذبية. كل ده بيساعدكم انكم تأثروا جدا في كل اللي حواليكم وخصوصا في الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج العقرب. ومواليد العقرب النهاردة عندكم القمر موجود في منزل، ده القمر الجديد في منزل الصحة السلبي، والكواكب الحياة كلها مجتمعة في منزل الصحة السلبي، فنصيحتي ليكوا تحاولوا تحافظوا على طاقتكم. طاقتكم ممكن ما تكونش كبيرة، تتعبوا بسرعة، فما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. وجود الكواكب في المنزل 12 ممكن يعني يدفعكم للعزلة، تبقوا حابين تكونوا لوحدكم، وده مش وحش، ده ممكن يساعدكم انكم تتوصلوا لنتائج افضل او لتخطيط افضل، والملاحظات تساعدكم تعرفوا تحددوا بهدوء اتجاهاتكم اللي جاية. نصيحتي كمان انه العزلة ممكن تنفعكم في انكم بتبعدوا عن الاضواء، لان العيون ممكن تكون مسلطة عليكم، وده مش حاجة في صالحكم. حاولوا ان انتوا تتجنبوا العيون والاضواء، وما تعلنوش عن خططكم، وتعملوا في سرية وكتمان، وكمان تجنبوا الزهو بنفسكم وبانجازاتكم. نروح بعد كده لبرج القوس. ومواليد القوس النهاردة القمر جديد وعدة كواكب في وضع داعم جدا في منزل الأصدقاء، ده بيديكوا اجتماعيا حياة هايلة ونشاطات اجتماعية حلوة بتجمعكم بالأصحاب. كمان مهنيا ممكن يكون عندكم قدرة هايلة على تنمية أعمالكم، وتقدروا تحصلوا على الدعم بسهولة من أصحاب مخلصين أو من زملاء في العمل أو رؤساء في العمل. عموما تعرفوا الناس المخلصة من الناس الغير مخلصة، ويعني ناس ممكن تثقوا بيهم النهاردة هيظهروا لكم. كمان النهاردة ممكن يكون عندكو احتفال بشيء جديد، او من خلال علاقات اجتماعية تظهر لكم فرص، فما ترفضوش اي دعوات اجتماعية توجه ليكم. نروح بعد كده لبرج الجدي. ومواليد الجدي النهاردة عندكم القمر الجديد للأسف وضع معاكس مهنيا واجتماعيا، وكواكب كتير الحقيقة فريق من الكواكب موجود في وضع معاكس، فمطلوب منكم النهاردة بالذات انكم تتحكموا في عصبيتكم وما تخلقوش لنفسكم عداوات. حاولوا النهاردة انكم ترتبوا اولوياتكم وترتبوا جهودكم، ويعني تركزوا عشان ما تقعوش في اخطاء تتمسك ضدكم.
نروح بعد كده لبرج الدلو، ومواليد الدلو النهاردة عندكم الحظ بيحالفكم على كل الأصعدة. القمر النهاردة موجود في منزل الحظ، وفريق من الكواكب موجود في منزل الحظ. بقول مواليد الدلو النهاردة اغتنموا الفرصة، ممكن يتعرض عليكم فرص رائعة ما تضيعوهاش. ادرسوا كويس، لكن لازم تكونوا يقظين عشان تعرفوا تلتقطوا الفرص المتاحة. كمان عندكم حظ في السفر جدا، لو عايزين تخططوا للسفر او تسعوا للسفر او تقوموا برحلة، كل ده انتوا موفقين فيه. كمان هيكون عندكم حظ كويس في توطيد صلاتكم بالجهات الاجنبية، ده لو بتتعاملوا مع جهات اجنبية. كمان الفرص متاحة انكم تحققوا مكاسب مالية، او يعني ممكن ان انتوا كمان تحققوا تطور في مجالكم المهني، لان عندكم استعداد كبير انكم تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم. نروح بعد كده لبرج الحوت، ومواليد الحوت النهاردة عندكم القمر في وضع داعم جدا في منزل المدخرات، وده داعم على الصعيد المالي، يعني يوم مناسب قوي لزيادة مدخراتكم أو أملاككم، ويوم مناسب للبيع وللشراء، وعندكم حسن تخطيط للمستقبل ولتنمية المال والمدخرات. كمان النهاردة عندكم فرص انكم تكتشفوا أمور كانت خفية أو كانت مستخبية عنكم.